انا صار لي تقريبا 8 سنين تقريبا من 2013 والحين مستمر ان شاء الله. والله اللي خلاني اختار كره الطائره كنت في البدايه جاي اشوف النادي وشوف تمرين ولد عمي الكبير، فشفت اللعبه وحبيتها وحبيت اني اسجل فيها. بالبدايه ما كنت مهتم اني ادش باي نادي او رياضه معينه، لكن جتني فتره ان الفراغ عندي زاد فطلعت مع ربعي ورحت شفت التمارين والمباريات عندهم، مهتميت صراحه في الرياضه هذه كره الطائره، فحمسوني ربعي اني ادش معاهم، دشيت معاهم نادي التضامن. اي نعم، لعبت بالبدايه كره سله وما عجبتني اللعبه فدخلت كره طائره. صار لي تقريبا بلعبه كره الطائره 7 إلى 8 سنين من 2014. اللي خلاني استمر صراحه السنه هذه اني داش نادي مع ربعي، يعني اعرفهم من زمان قبل ما ادش النادي كنت اعرفهم بالمدرسه وكذي، فاستمريت معاهم لما اعرف ان احد من ربعي راح يجي التمرين فاروح وياه. بالبدايه شو اسمه بالابتدائي في كباتن جو اختاروني كلاعب سله، فاول ما اختاروني اللاعب تمرنت عندهم كملت سجلت وياهم، من بعدها حبيت اني اغير اللعبه ان ما عجبتني فدخلت كره الطائره. والله سالت ولد عمي وقلت له اني بسجل معاك باللعبه وحفزني وقال لي تعال معي، وجيت واستقبلني المدرب وسجلني. طموحي مع الفريق ان شاء الله نحقق الدوري والكاس، اما طموحي كلاعب مع المنتخب ان شاء الله ويكون كمركز اساسي 2 طبعا. تحفيز من اخواني اللاعبين واهلي يشجعوني اني اكمل بالنادي والكباتن. والله الطموح اني احقق الدوري والكاس الثنائيه مع نادي التضامن واني اسعد مع الفريق الاول. مركز 2 طبعا مهمته الاساسيه انه هو اللاعب اللي يسجل الاهداف للفريق دائما، واذا كان مثلا الفريق محتاج لاعب يسجل اهداف. انا طموحي اني اصير افضل لاعب بالكويت بمركزي، يعني مركز 4، واني امثل المنتخب الوطني. اللي خلاني استمر باللعبه تحفيز المدرب لي، وان اللعبه جماعيه فيها تحديات واجد مثل المنافسه على الدوري والكاس، والمنافسه بعد على اني اصير لاعب بمنتخب الكويت. مركزي في فريق مركز 2 والفريق كله يعتمد علي ان اسجل الاهداف للفريق كبلوك ارسال او شوت، طبعا اشوت امامي وخلفي والمركز ثابت ما يتغير. طبعا شاركنا بالدوري والكاس، حققنا الموسم اللي طاف بالدوري المركز الخامس وبالكاس وصلنا ربع النهائي، لكن بسبب ازمه كورونا توقف كل شيء. طريقة التدريب في النادي نبدأ كأول 10 دقائق أو 8 دقائق ركض، بعدين نبدأ استرتشات، بعدين ثاني مرة ركض، بعدين نبدأ لياقة كتقوية الجسم، وإن شاء الله بعد أسبوعين راح نبدأ نلعب كرة طائرة. مركز الثالث ومركز الرابع سوينا معسكرين داخليين بالكويت، فريق تحت 18 سنة وفريق تحت 16 سنة، واستفدنا ان نقعد نتمرن الصبح والعصر وبالليل، وهذا اللي يزيدنا يعني في اللعبه كقوه ولياقه. فيروس كورونا اثر علينا نوقف الموسم لمده سنه، وقف البطوله والكاس والموسم، لكن ان شاء الله الحين راح نرجع ونحقق بطولات ان شاء الله مع الفريق. رحنا معسكر مع درجه اولى بصربيا، تمرن هناك و تعلم مواصفات اللاعب الناجح لازم يكون انه يلتزم بالتمرين ويسمع كلام المدربين، وثاني يحقق الاشياء المهمه عشان يسويها، مثلا اذا كان لاعب ما عنده جم مثلا يتمرن عشان يجيب جم، لاعب ما عنده لياقه مثلا لاعب يجيب اللياقه عشان يحقق الشيء اللي هو يبيه. اول ما نوصل النادي نركض ما بين 6 دقائق إلى 8 دقائق، بعدين نسوي استرتشات اللي هي ضغط ومعده، بعدين نمسك الكور 3 دقائق إلى 4 دقائق تسخين، بعدين نبدا عاد مع المدرب هو اللي يقول لنا شنو اللي علينا. الفرق بين الكويت وبرا ان مستوى اللاعبين اللي برا
اكبر واكثر من اللاعبين اللي بالكويت، فاستفدنا اكثر من برا. تاثير فيروس كورونا مو بس على لعبه كره الطائره، على جميع الالعاب والرياضه بالكويت. اللي اثر علينا ان التاخير بالعمر، والتاثير الثاني ان خلانا نقل شوي بالمستوى، وانه ما في لا بطولات ولا تمارين، بس قاعدين بالبيت. المطلوب من مركز أربعة انه يشيل الملعب كله، يعني كاستقبال ودفنس وشوت، يعني كان هو المسؤول عن الملعب كله، فالمسؤوليه الاكبر عن مركز أربعة. يطلب منه البلوك وانه يخلص اي كره تجي. تمريناتنا وتدريباتنا تبدي الساعه 6:30 تقريبا وتخلص الساعه 9. بالبداية نركض 8 دقائق، بعدين نسخن استرتشات، بعدين هم 8 دقائق مرة ثانية، بعدين نبدأ باللياقة اللي هي البلانك والمعد والضغط كل هذول، بعدها ننهي بركض تقريبا 10 دقائق. المطلوب من مركز رقم 2 إنه يخلص أي كرة تجي سواء عالية أو قصيرة، ومركزه يكون يا خلفي واحد أو أمامي 2. فيروس كورونا أثر علينا، خلانا نقعد بالبيت بدون لا تمارين ولا يعني نلعب اللعبة ونحس بالإحساس اللي نحسه من قبل، وأثر علينا وايد كلياقة وكلعب. الدعم الأساسي لي الصراحة هو ربي، إن في بعض المرات مثلاً ما لي خلق أروح النادي أو ما ودي أروح النادي، لكن هو يغصبني إن أروح النادي. بعدين صراحة استفدت لما أتمرن معاهم، يعطوني أغلاط يقولون شنو أنا سويته غلط، يعلموني صح. فترة وفترة نتواصل، ندق على بعض، نسأل، بس ماكو ولا تمرين أونلاين ولا شيء. اللي دعمني من أول ما دشيت النادي للحين أخوي الكبير بندر، هو اللي ما قصر دعمني وكان يخليني أستمر بالنادي ويحفزني إني أوصل وإني أستمر باللعبة وإني أوصل لطموحي. أي زاد عيننا الوقت، فالركض كل ما يزيد عيننا، وحنا مأثر عين كورونا أساساً، ف في بعض التمارين ما نقدر نطبقها. التركيز مع المدرب بالتمرين، الاستماع والتطبيق بنفس الوقت. المطلوب من اللاعب انه يكون ناجح، انه يكون ملتزم بالتمارين، وانه يكون انه تكون لياقته زينه، وانه يكون محبوب بين الجميع. قدوتي يعني بالكويت عبد الوهاب طالب، لاعب نادي العربي حاليا، لانه اكثر لاعب حسسني انه هو اخوي الكبير، فكل مرة ينصحني يعني ويعلمني الأشياء اللي أنا أبي أتعلمها. والله قدوتي بكرة الطائرة فهاد أحمد الفريحسي، يلعب معانا بمركز أربعة، وأتمنى إني أصير مثله. صاحب الفضل أمي طبعاً ما يحتاج، فكل مرة هي قاعدة تهتم كل شون النادي، توديني بنفس الوقت وتوديني النادي يعني الوقت المناسب، وتهتم وتشجعني إني ألعب وأكمل باللعبة. نصيحة لو أوجهها للشباب إنهم يلتزمون بالتمارين، وإنهم يسمعون كلام المدرب، وإن يكون ما لهم مشاكل مع اللاعبين أو مع الحكام، ويستمر يوصل لطموح إن شاء الله، والله يوفق الجميع. نصيحتي للشباب الصغار اللي عندهم وقت فراغ إنه يدشون النادي، لأن منها مستقبل زين ولياقة حق الجسم وصحة للجسم. إذا عندك موهبة إنه يعني تكتشفها أو إنك تبي تشوف شنو الموهبة هذه، حاول إنك تدش أي نادي أو أي لعبة تشوف نفسك إنك تعرف تلعب فيها، وحاول إنك تسمع كلام المدرب، لأنه ماكو غير إنه راح يساعدك إنك توصل اللي تبيه.